ما تدخلوش اي حد بيتكم، ما تامنوش لحد، ما تثقوش في حد، ما تحكيش اسرار بيتك لصاحبتك علشان بتتصيد وبتعرف مواطن القوة والضعف اللي في جوزك وبتشتغل عليها زي ما داليا دي عملتها اللصة النصابة الغدارة. أنا بقالي شهر تعبانة جدا عضويا وعندي عملية بعد يومين. أنا يعني في لندن، قاعدة في لندن النهاردة، تعبت نفسيا أكتر من عضويا جدا وجسديا، وأنا مش عارفة، حاسة إن أنا مش عارفة أعمل إيه. صاحبتي، صاحبة عمري، جوزها طلقها واتجوز صاحبتها، وصاحبتها دي هو طلقها من جوزها عشان يتجوزها، وجوزها صاحبه جدا من ساعة من هما بيبي متربيين مع بعض. قولوا لي يا جماعة ايه اللي بيحصل ده؟ احنا عايشين فين؟ يعني ايه الحياة دي؟ وصاحبتي دي اللي هي الست دي، الست دي اسمها داليا، وعايزة اقولك اخص عليكي يا داليا، يا لصة، يا خطفت الرجالة، على رأي أيتن عامر. مش داليا البحيري يا جماعة، ما حدش يكتب لي داليا البحيري، مش داليا البحيري، داليا البحيري نو، مش داليا البحيري. دي واحدة اسمها داليا نكرة كده، نكرة نكرة. فصاحبتي دي احسنت لداليا دي، وقفت جنبها وجوزتها وجابت لها العريس ده، وده وكانت بتخليها تبات عندها في البيت ويعيشوا مع بعض. هو اخر ده ان انا ادخل بيت الناس اسرق؟ يعني هي السرقه يا جماعه لخاتم بس؟ الخاتم هو اللي بيتسرق؟ الفلوس هي اللي بتتسرق؟ رجاله البيت ما بتتسرقش؟ طيب مفيش راجل بيتسرق صح إلا إذا كان هو رخيص ملوش قيمة فبيتاخد بسهولة. فالمهم الرخيص بيروح للرخيص، فهي داليا دي رخيصة فراحت للراجل الرخيص اللي هد بيته وطلق مراته وخدها من جوزها اللي هو صاحبه. يعني أنا حتى بستغرب الناس دي هيتفتح لها بيوت ناس إزاي بعد كده؟ يعني الناس دي هتعيش ازاي؟ يعني اللي هيعرفهم، يعني مين راجل هيأتمن الراجل ده على مراته؟ يعني انا كراجل ازاي ادخل داليا دي وجوز صاحبتي ده اللي طلعها واتجوز داليا ليه، اللي هو سارق النساء؟ ازاي انا كست، اي ست في الدنيا هتدخل داليا دي اللصة بيتها، خطفت الرجالة اللي بتعرفهم عشان الفلوس؟ ازاي اللي كل ما تعرف راجل تتجوزه، يعني نصب واحتيال باسم الزواج، تحت اطار الزواج بيزنس. وبعدين بكحة، يعني انا صاحبتي دي كان حنة بنتها من اسبوعين، ما كناش بقى لسه نعرف ولا صاحبتي دي تعرف، راحت الحنة اللي هي في البيت اللي كان عايش فيه الراجل اللي هي خطفته، راحت عينيها في عينين صاحبتي دي تسلم عليها وتقول لها مبروك لبنتك. يا سلام يا سلام على بجحتك يا بكحة يا لصة، تاخدي الراجل من بيته، تسرقي الراجل وانت تسرق عشان رخيص. اوعي تزعلي، انا بقول لصاحبتي اوعي تزعلي، ده ربنا بيحبك. وبصوا يا جماعة، اللي الرخيص بيروح للرخيص، واللي بيعرفهم يبقى رخيص زيهم، واللي هيفتح بيته ليهم يبقى مش خايف على اهل بيته، ما عندوش نخوة. والست اللي هتروح معاهم وتخرج معاهم وتفتح بيتها
يبقى هي برضو كده رخيصة عشان عشوة وغدوة. احنا بقينا كده، ما علينا. خلي بالكو احنا بيطلع علينا صراصير من البلعات دلوقتي. ما تدخلوش اي حد بيتكم، ما تأمنوش لحد، ما تثقوش في حد، ما تحكيش اسرار بيتك لصاحبتك، علشان بتتصيد وبتعرف مواطن القوة والضعف اللي في جوزك وبتشتغل عليها زي ما داليا دي عملتها، اللصة النصابة الغدارة. ايه دي اخرتها بعد اللي عملته الست معاكي؟ وانت ده اخرتها بعد ما احتوتك وقفت جنبك؟ ادعولي، وحشتوني، برنامج وحشني، ومصر وحشتني، وان شاء الله انا عارفه انه ربنا هيكرمني، واي حاجه ربنا بيعملها لنا بتبقى للخير، وهطمنكم عليا ان شاء الله قريب، وهرجع على الساحل عشان انا بحب الساحل، وهعمل زي كل صيف مش هحب اخرج، احب اقعد في البيت والبس الشبشب الزنوبه والجينز واقعد ابلبط في الميه وفي هدوء ومش في زحمه، واستمتعوا بالطبيعه، وكل واحد يخلي باله ايه من بيته عشان اللصوص كتروا قوي دلوقتي. تصبحوا على خير.